بمناسبة انطلاق بث الصوت الحر العراقي الكريم صوت الرافدين، نوجه لهم التحية والإكبار والإجلال على مواقفهم الطيبة، وندعو الله أن تبقى صوتا للحق ليدافع عن جميع العراقيين بدون استثناء. وإن شاء الله وهذه المحطة المؤسسة العظيمة تحمي هموم المواطن العراقي من أول يوم الاحتلال إلى حد الآن. نسأل الله أن يكلل جهودها بالنجاح ويوفقهم جميعا، ونوجه التحية إلى جميع العاملين فيها، وتحية خاصة والترحم على من أسسها، شيخنا وشيخ شيوخنا الشيخ حارث الضاري رحمه الله وتغمده بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.